نحن الآن في إطار تنسيق النقابة الثلاثي في إطار واحد البرنامج نضالي تصعيدي بدءا من هذه الوقفة الاحتجاجية التنديدية لأعضاء مجلس التنسيق اللي كنددوا بالوضع الكارثي وإفلاس المنظومة الصحية داخل المركز الاستشفائي الجامعي، وكذلك بتوالي الكوارث والفضائح المتتالية آخرها كان وفاة طفلة رضيعة حرقا، ونحن ننتظر يعني التحقيقات سواء الإدارية أو غيرها لربط المسؤولية بالمحاسبة، ودائما يتم تحميل الأطر الصحية في المسؤولية. كذلك هناك مشاريع متوقفة، هناك مستعجلات متوقفة منذ أكثر من سنة ونصف، والمرضى يعانون والأطر الصحية أيضا تعاني بمستشفى الرازي. كذلك هناك بناية من 4 طوابق وطاقة سريرية 130 سرير هناك متوقفة، هناك أيضا شح في الأدوية والمستلزمات الطبية المفروض أنها كاينة في المستشفى ويضطر المواطن شراءها خارج المستشفى. هناك الوضع بالمستعجلات الرازي هو كارثي، هذه المستعجلات الرازي اللي كيجيو الناس تفتريش الأرضية وكتمشي تكتري يعني الأسيرة المتحركة، ونحن في عهد الحماية الاجتماعية يعني هناك يعني معطلة، هناك سوء تدبير الصفقات العمومية، سوء تدبير الصفقات العمومية فيما يخص المناولة، فيما يخص التغذية، فيما يخص شراء الأجهزة، فيما يخص البناء والتشييد، يعني راه كارثة بدون ربط المسؤولية بالمحاسبة. نسائل السيد الوزير الصحة، هل أصبحتم عاجزين على يعني وقف هذا النزيف بالمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش؟ هل إذا كنتم عاجزين هل بقم أتساءل هل بقم بوسعكم إنجاح مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب؟ لا يعقل سيد الوزير أن تقف صامتا أمام هذه الفضائح المتتالية. تحية. اليوم كنجسدوا واحد وقفة احتجاجية إندارية باش هاد الإدارة تفهم أنه ميمكنش تطور، ميمكنش تزيد بهذا المركز الاستشفائي القدام دون أن تستشير النقابات وأن تأخذ برأيها وأن تجلس معها للحوار. حنا لحد الآن مازال كنمدوا يدينا للحوار لهذه الإدارة، ولكن للأسف التعنت ديالها، ورغم أنها تتعنت حنا أعطيناها سنة من الانتظار، حنا كننتظروا أنها تحل المشاكل، للأسف ما حلتش المشاكل لا ديال الأونكولوجيا، لا ديال الأم والطفل، ولا ديال بن النفيس، ولا ديال بن طفيل، ولا ديال الرازي. الأمور غادية وكتفاقم، وبالإضافة أننا ما بقيناش كنلقاو شي منبر إعلامي مراكشي أو وطني كيخلو من الفضائح ديال المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس. هاد الفضائح يجب محاسبة المسؤولين عليها، يجب تصحيح الأوضاع، لأنه إلا ما تصححش الأوضاع ميمكنش نخرطوا في واحد الورش اللي هو شنو صاحب الجلالة ديال ورش الحماية الاجتماعية، ميمكنش ينجح إلا كانت عندنا بحال هاد الإدارة وبحال هاد الإنهيار في واحد المؤسسة، أكبر مؤسسة صحية في الجهة وأكبر مشغيل وأكبر يعني كانت معلمة، للأسف بدات كتحول الآن إلى خراب. واليوم راه كنعتبروا أن المركز الاستشفائي الجامعي دخل مرحلة الإنعاش وربما غيتوفى وندفنوا اليوم. والسلام عليكم. Let's go!